وايل وايل والله حق نايف وايل نيلة نيلة مجنون نيلة نيلة. مشاهدينا الكرام ركزوا معي، الفريق الأول لهالليلة محمد الزعازعي، سلطان الأمير، سلطان العنزي، عمر بن هذال، فالهم التوفيق. يلا يدخل 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 يلا 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 لقد يا عيال لقد اسمع شيء خلي شغلنا صدى بعدين بعدين انا موزعها روح مولاي هي انت بتدعيني ايه بعدين ثري تو ون اكشن. اهلا بك في عرشي في قصري. اين الضحيكة؟ الضحيكة صغيرة لا أقدر أقولها الآن. ولماذا يا سيدي؟ ضحكة الملوك. وماذا أرى أنك كاحل عينيك ودقنك أبيض؟ دقني أبيض. أنت تتحول في آخر الليل؟ في جميع الأوقات يتحول لا شكلة لدي. لا شكلة؟ إيه شكلة وفي بعض أوقات تمر إذا تبي يعني. إنني أرى ابن خزاعة قادم. أنت مساءً مولاي. أنت في البحار يا؟ نعم إن العوم في البحار وليس في المساء. أهلاً وسهلاً بكم مولاي. قد تعبت اليوم. من أين قادم؟ من يثرب. يثرب؟ يثرب؟ نعم. وماذا يثرب؟ رأيت جساساً. رأيته يا جساس. رأيته يا جساس. رأيته يا قعقاع. وماذا فعل؟ كعادته يسرق. وين التجارة التي راح من أجلها؟ راح من أجلها؟ هل يقولون هذه باللغة العربية؟ ذهب من أجلها. نعم ذهب أم فضة. قعقاع أنت جميل بكلامك وأنت جميل بأخلاقك. قعقاع ماذا تريد؟ ماذا فعلت بتجارتك؟ لقد فعلت فيها بيضا بالجبن. ظريف ظريف جميل. ما كنت تداعبونني. إننا ماذا نفعل؟ تداعبونني. وماذا نداعبك؟ لماذا نداعبك؟ لماذا يداعبني؟ أنا لا أعلم. قعقاع لكي تضحك. لقد رأيت في العراق وفي الكوفة رجلا يقال له عادل بن هيف القحطاني، إنه من قحطان العريقة، ولكنه استخدم البيضة كثيرا في هذه المدينة، فذهبت إليهم جميل. ببيضتين، ولكن ماذا حدث للبيضتين؟ قول ماذا حدث؟ إنني أرى رجلا قادما من بعيد. ما هو رجل؟ ما هذا اللبس؟ لا يعجبني. من أنت يا أحرار؟ ماذا بك؟ أنت مساء. أهلا وماذا بك متعب؟ أنت بكل خير. أنت مساء يا مولاي. أنت بكل خير. دعه يتفضل. شربت لبنا منتهي الصلاحية. هل هو رايب؟ نعم رايب. حبيبي يا بعد تفضل. أهلا بك مولاي. ماذا تريد؟ مولاي ماذا تريد؟ لقد قطعت الديار وتحديت الصعاب وشربت اللبن منتهي الصلاحية لكي أقف أمامك وأطلب أن أتزوج منك نيلة. يتزوج نيلة؟ أنا أشكلك البرعصي يتزوج نيلة؟ انظر إلى حاجبك طائر نورس. انظر إلى خشمه يا مولاي فتقول قد رديت. دعه يتفضل. وبكل جرأة تأتي إلى المولى وتطلب ابنته؟ أيها الأحمق الأخرق خسر. اذهب اذهب ثقلتك. لقد ضقت ذرعا وتعب فؤادي وكسرتني الدنيا. أرجوك أن ترحمني وتكسو ضعفي، فوالله وبالله وتالله لو الحب رجلا لقتلته وقتلته وقتلته. ثلاثة مرات تقتله؟ نعم. ولماذا هذا؟ لأنه قتلني. ماذا يقول؟ فلما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمرا فقلت خضبت الكف بعد فراقنا
قالت معاذ الله ذلك ما جرى ولكنني لما وجدتك راحلا بكيت دما حتى بللت به الثرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الموجودين. في البداية هذه قصة من العصر الجاهلية إلى مجال الإسلام. كثير منا قاعد يستهزف الآخرين يستنقص منهم، وبعد رسالة النبي عليه الصلاة والسلام والإسلام علمنا أن ما نسخر من قوم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسخروا قوما من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. في الأخير نقول إحنا لا نسخر من بعض. الإسلام نقلنا نقلة نوعية من الكفر إلى النور، فأرجو من يسمع هالرسالة إنه ما يسخر بأي أحد أو لا ينقص بحق أحد. حتى لو جاء أحد بيتزوج، نعم تزوج وشوف وش ودك تختار. هناك إحنا نشتري رجال، ما نشتريه بلبسه وبفلوسه. شكرا لكم. واتمنى انكم تقدرون اللوكيشن بتاع هذه. والله تعال تعال يا مولاي. بس انت جبت قتلت واحده. انا لا اسكر ولا شيء. سلامتك يا ولد. سلامتك اول شيء. الحمد لله على السلامه. الله يسلمكم. طيب تاكد الان. سلامات الصوت. لا مو طالع شغال. الان الان الكحل هذا لعب فينا يا اخو. الان تبدا انت. الآن شغال؟ طيب يعطيكم العافية. شكرا لكم مشاهدي الكرام. شفتوا أداء عمر بن هذال، سلطان الأمير، سلطان العنزي، محمد العنزي، إيش اسمك؟ زعاز في وجهك أصفر. مجنون نينة. مجنون نينة. إيه مجنون نينة. طيب معنا المخرج. أول شيء نبدأ بالمخرج منذر. تفضل يا حبيبي خذ راحتك. طيب وين جالس حياتي حياتي؟ وانا ابغى اجي اقرب منه. طيب تفضل بالعكس. ايش مرحبا. لا كم يلا تفضل مو مو انه بس متعود اني كذا في البروفات اكون واقف قدام الممثلين. تفضل يعطيكم العافيه. الجهد حلو حبيبي. كتبت ملاحظات. يا سلام. حلو. انت متمرد حبيبي يعني. وهذا الشيء مو كويس على المسرح، لانه انت المفروض انت الحين مسيطر على المجموعه، وانت واضح. أنا ما أعرف بصراحة إيش طبيعة المجموعة هذه، لكن أنت واضح إنه أنت المسيطر على المجموعة أو اللي صوته عالي شوي على المجموعة أو اللي القائد للمجموعة، أي مسمى اللي بيلفت النظر أو اللي بيحرك المجموعة بهوى. هذا دوره. نعم. لا أنا ما أتكلم على الشخصية، أنا أتكلم على طبعاً فكرة سلطان وإخراج سلطان. حلو. أنت المفروض تفرش لهم. كيف تفرش لهم؟ يعني في واحد حسيت إنه ضاع في الحوار، ضاع، لا أعطيه. أعطيه عشان يرجع معك، مو تتريق عليه. هو اللي لفهات. هي لفهات كثير بس راحت منه كل. وين؟ يعني ضاعت لفهات. لا هي شوف هي طابع كوميدي غال يعني. ما شفت كوميدي للأسف. حرام عليك. وقتلته قتلته قتلته ثلاث مرات. قتلتوني أنا. أبد رأيك مقبول يا حبيب. ورايب حبيبي يا بعد عمرك. مو إنه ما في كوميدي، في كوميدي، لكن المقصود فيها إنه. احنا نبغى نبعد عن الكوميديا اللي هي الدبات اللي على وجهه على خشمه على مش عارف ايش. هذه الفكره. هو ترى كل اللي صار هنا مدروس هنا. يعني انتم متفقين على هذه الدبات؟ طيب نقدر نغيرها. نقدر نغيرها بدون ما نجي نقول على وجهه على خشمه. نقدر نغيرها باشياء ثانيه لان الناس خربت. نستنقص. إيه نقدر نستنقص من الاخر. اللهم صل وسلم عليه. الموضوع كله انهم يطقطقون على شكلي. حلو. علشان سلطان في النهايه يقول كذا وعلشان انا اطيح واقول الكلام هذا. ما وضحت. الله يسلمك. ما وضحت الفكره. ما طيب اي يعني اوكي في جهد لكن ما وضحت الفكره. يعني انا اتكلم على صح اللي صح. انا شفته. انت راعي. شوف ترى احنا هنا كلنا ما احنا ممثلين ترى. اي بالله ما فينا. حلو بالعكس. انا احنا هذا ملعبكم وانتم تعرفون فيه الكويس، بس احنا عشان فقره وائل انا احب اشتغل على الناس اللي ما تعرف. حريص على خطواتي فحابب نحب نجتهد في اي مجال حتى لو انها منا بمنا. الله يعطيكم العافيه. انا احب اشتغل على الناس اللي ما تعرف تمثل. يا سلام. اللي ما يعرف يمثل طالما انه جرب انه يمثل وحب انه يطلع قدام الجمهور في اصعب فن من الفنون على المسرح، معناته عنده الرغبه وعنده الامكانيه انه يوصل. نعم. ويصير ممثل متمكن. نعم. هذه هي. طالما انكم وقفتوا قدام الناس لا تتحملوا
سواء كان نقد أو مدح أو كان أي شيء يجيكم صح. خلاص أنتوا وقفتوا قدام الجمهور تتحملوا اللي أكيد. يجيكم في شغلة لما في شخصيتي وتدخل مو حلو إني أرى شخص قادم من الخارج خلوه يدخل بأي طريقة ثانية يعني لا تعطيني تمهيد إنه أنا بنتظر واحد لا فاجئني خلينا نتفاجأ أو فجأة في واحد دخل كذا يعني لو كان دخلتك كذا أنت مدرعم عليهم كذا فجأة وهم تشعتروا في مكانهم بيكون أحلى بيكون الجو لا إنه والله في إيش عشان نستهزئ فيك عشان ما أنت عاجبنا لا خلينا نسفل فيك هو على إنه استأذن إنه هو جاي على جهة اللي هو السيد أو الوالي إيه بغض النظر إحنا الآن في مسرح نعم. ما لنا علاقة هو ما في مجلس الوالي حقيقي فهي إيش إنه نحط لها طريقة اي شيء نبغى نسويه جديد على المسرح نجرب عادي نقدر نجرب صحيح. حتى لو كان مو منطقي نجربه صحيح. ما بنقول الحياه الواقعيه بالضبط زي ما هي لا احنا بنقول الشيء اللي نقدر عليه صح. اللي بنوصله صوت كان في صوتك حلو حبيبي بس عارف ايش مشكلتك إيه؟ تون واحد هو ترى الطبيعه ضحكته كذا ترى اوكي حلو بس انت الان على المسرح غير مرة أعطيني مرة أطلع فوق أعطيني مرة ثانية تحت لون التلوين يوريني الممثل كويس ولا مو كويس إنه طيب. والله أنا أقدر ما أبغى أطلع إنه والله هي ضحكتي هذه في الحقيقة أجي أحطها زي ما هي في المسرح بعد ما أطلع من المسرح أروح أطلع أحطها لأخوياي زي ما هي لا ما هي حلو كذا الممثل اللي ما يمثل حلو بشخصية ثانية واضحة ولا صعبة؟ ولا واضحة والله. أوكي. أنا بخري بس إضافة بسيطة. أنت ما شاء الله عليك أعطيتنا في الديب. دخلت في. لا لا لا. شايف هذه الأشياء؟ إيه. ترى أنا مسجلها. ترى لأن... يعني على قولت زعزعي. أنا معك. إيه. أنا معك. في نقطة. عندك شيء مرة حلو. أنا لما أوقف قدام الستيج حلو. أبغى أغني الحين أو أبغى أطلع شيء خلاص الفوكس علي ما أقوله للي وراي. أوجه الجمهور. أنا مخلي نص نص. لا انت ما كنت هو كان نسيت فقره كذا انا ما اشوف فقرة صح في فقره طعنه بس اللي ما طعنت نفسي حلو فخلي الفوكس على الجمهور خلي الجمهور يركز معك المسرح ترى فيه اماكن قوه وفي اماكن ضعف القوه اللي كنت في النص انت هنا قتلت العالم اللي وراك كلهم بالقوه اللي بتطلعها ليش لانه التركيز كله عليك انت بتطعن نفسك في النهايه يعني الزبده اللي كانت في المشهد عليك صح صح غنيت حلو صوتك مره جميل ولو اعطيتنا الطعنه قدام الجمهور بتطلع احلى واحلى المفروض لا ما هو ما طعن نفسه نفس الطعنه بس الاسبوع الجاي بيطعن نفسه كلامك هذا كله ناخذه درس ونتعلمه حتعيدوه بعد شويه حتعيدوا بعد شويه ابغاكم تعيدوا بعد شويه شغله ثانيه ابشر يعني حنسوي شيء ما ادري كم الوقت معنا وقت ولا لا هو عنده وقت بس عادي نعطيك وقت كأيه. طيب حلو لا مو هم اقصد يعني عندنا وقت بعدين عشان اعيد على طيب حلو بس ملاحظات اطول من المسرحيه ما شاء الله مسرحتكم ترى والله حلوه لا ما اقول لكم كلامك حلوة. جيد يعني الاجابه على الاجابه ترى ان الاجابات اللي شفتها لهم اي انا جاي على الاجابات يلا بجيهم بس انا قاعد اعطي لهم الملاحظات اللي هذه تخلينا الاسبوع الجاي اقوى مو انا ليش ابغى اعطي لك هذه الاشياء هذه ملاحظات تعتبر بسيطه انك انت تقدر تتلافاها بعدين لما اجي انا والله واقف وقفه غلط الأسبوع الجاي لما أجي ولا بعد شوي لما أجي عيد انتبه لوقفتي صح صوتي انتبه فين قاعد يطلع صح كيف أفرش لصاحبي اللي معاي زميلي اللي معاي على الستيج كيف أفرش له ألفه يعني بدل ما أخلي الألفه يكون أنت ووجهك لا إيش رأيك بالله في الحلاقة حقته هذا والله يا أخي خايس وتصير الضحكة مركبة على بعض على أي حاجة والله حلو كان أيه. يقول وش رأيكم في قصة في قصة في يقول هذه قصتي مع 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 الحياة كان بيقول سلطان الأمير سبايكي ولا موبي بس ما قالها أي هذه لما نفرش البعض أنا اكتشفت إن العيال نص دباتهم نازينة ها والله العظيم حتى الفقرة يعني نسيت الدبات الحلوة وقلت الدبات الماية والله مشكلة خلاص حنعدل بعد شوية الإيجابيات اللي عندكم حضوركم كان حلو جميل كحضور حلو لكن كل واحد عنده إيجابية تختلف عن الثاني ما في إيجابية تكمل الثاني بمعنى أنت كان إيجابيتك حلوة لما قاعد طول وقتك أنت مبتسم ما أنت مرتبك ما أنت خايف عادي الموضوع معاك هذه ترى مرة حلو أنه ما أخذ الموضوع بريحية حتى لو غلط الآدمي غلط ترى غلط كم دبة رميتها عليه أنت والله نسيت أسجلها كأنك أي عمت على البحار هذه هرجة وضحوها عشان تطلع حلو طيب شايف لو كانت متفق عليها ترى بيطلع شيء حلو هو في كيمياء موجودة في شيء موجود بينك انتوا الاثنين
بس يبغى له توضيح اكثر. هذه ايجابيه لما يكون احنا فاهمين بعض برا ونيجي نطلع على الستيج مع بعض ترى احنا كذا حلوين مع بعض. يا سلام. حلو. الايجابيه اللي عندك انا هذه ايجابيه اللي عندك الاولى حرجع لك للثانيه. الايجابيه حلو. اللي عندك انت وانت جالس قاعد توزع النظرات. حلو انه انا قاعد على الستيج قاعد اوزع النظرات اشوف اللي على يميني واشوف اللي على يساري قاعد اشوف برضو قاعد ارمي نظره على الجمهور ما خلي الجمهور يسرقني. يعني ما ركزت انت مع احد اللي جالسين ما ركزت مع شيء ولا ركزت مع شخصيه ولا ركزت مع لا قاعد تشوف هنا ايش يصير ايش يصير هنا وايش يصير هنا وماشي. يعني ما انه لا والله طالعت هنا خلص كلامه اجي ارجع طالع هنا خلص كلامه لا وهو هذا يتكلم قاعد طالع في الثاني يعني كانك قاعد تشوف ايش اللي بيصير. هذا حلو لانه انا لما اكون مركز ومنتبه مع الكل ترى كذا اقدر اتصرف اي تصرف ايجابي للعمل اذا صار اي دروب. الايجابيه اللي عندك واحده صغيره واحده صغيره هرجع اعطي لك الثانيه اللي احلى منها كانت. يعني عندك سرعه البديهه موجوده يعني كان في لحظه من اللحظات في نسيان صار بينكم كذا ما وضح بسرعه لان انت رميتها على طول يعني كملت الكلمه يعني كان في نسيان واضح لكن على طول تداركت الموقف. يعني هذا حلو. هذه الايجابيات لو حطيناها كلها للفريق بيطلع الفريق هذا فيه روح حلوه لتقديم العرض بشكل احلى. اعطيته هو الايجابيات والسلبيات اعطيته اياها في البدايه اول واحد مع بعض لكن بصفه عامه حلوين. ولو عدت العرض مره ثانيه ولو عدت المشهد مره ثانيه بنعاد باحلى من كذا. لو 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 احنا ضابطين مثل البروفه صدقني راح يزبط بس فيه حاجات نسيناها وهذا شيء طبيعي لان احنا ما احنا عادي ترى طبيعي الموضوع ما في اي مشكله. حتى لو كان يعني كثير عروض مسرحيه تصير في البروفات احلى ونطلع المسرح لا ما هي حلوه. يعلم الله ان احنا في بروفاتنا نفضل من نعم ما هي مشكله حنجرب دحين نعطيكم فرصه ثانيه تحدي شوف قوتكم سواء بروفه ولا ما هي بروفه. تمام تمام منذر يعطيك العافيه. شكرا يا ولد. هذا الكلام انتم تشيلون الديكور عشان الفريق الثاني يطلع متعب نبغى رايك. منذر خش الان وصل لي الدرجات. فلما تلاقينا متعب معك عطني قرارك انطباعك عن الشباب واليتهم. والله اعتقد انه ما عاد في كلام بعد منذر ولكن انا عجبني صراحه الديكور كذا والفكره والشباب اجتهدوا والكل مجتهد نصيب وحلوين حلوين حلوين صراحه. بس عاد الملاحظات اللي قال عليها منذر للشخص اللي يطلع للستيج يفهمها. يا سلام يفهمون ولا لا صراحه ككاركترات وكذا والشغل حلو خفيف لطيف. الله يعطيكم العافيه يا شباب. طيب متعب انا مع الشباب يشيلون الديكور الظاهر انه ما باقي شيء في القريه اللي جابوه. سم اقول ما دام الناس اللي عندنا في القريه جابوا كل شيء ترى حتى لو ممكن